أعلنت وزارة التربية استئناف العمل بالأندية المدرسية المسائية خلال العطلة الصيفية بدءا من مطلع الشهر المقبل، استكمالا لخطة الأنشطة المدرسية الصيفية واستثمارا لوقت الفراغ. وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد: هذا العمل يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للتركيز على الشباب وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته.